سلام البنات، صافا لاباس عليكم. اليوم بغيت ندير واحد لا فيديو زعما سبونتانيمون، ما كنتش مجدده ليها على والو، ولكن كنت هضرت على واحد لو سوجي في انستغرام وجاوني بزاف ديال لي ميساج من عند البنات على هذا لو سوجي. هذا الام اللي كتكوني خدامه او لا تكوني جالسه في الدار وعندك ولاد صغار وكتحسي براسك كتعيشي نفس النهار كل يوم، عندك نفس النهار كيتعاود، ديما كديري نفس الحاجه كل نهار وكتحسي براسك ما عمرك ما كتقدمي لا في حياتك لا في، يعني ديما كتحسي بدارك مرونه واخا كتبقاي تضلي تجمعي فيها، ديما كتحسي براسك ما خاصكش تجلسي ترتاحي لان مازال عندك بزاف ما يدار، ما كاينش النظام في النهار ديالك، يعني كتفيقي ما عارفاش اكزاكتومون شنو غادي ديري، شنو من الحوايج اللي غتبداي بهم، وكتبقى يعني غادا مع الفلو ديال النهار وكتحسي بواحد الارهاق في الاخر، كتقولي مع راسك اوف امتى غيسالي هذا النهار، عييت بغيت غير ننعس بغيت غير ننسى بغيت نرتاح، وبالتالي كيجيك ارهاق، كيجيك امراض، كيجيوك امراض نفسيه. كان هذا واحد من الاسباب اللي فافوريزا لو فات انني طحت في اكتئاب العام اللي فات، والحمد لله انني خرجت من هذا الاكتئاب. بيان سور ما كانش اكتئاب اللي خايب سيفير لدرجه انني كنت كنفكر مثلا نادي راسي او نادي ولادي، لهذا ما مشيتش عند الطبيب، ولكن حاولت نخرج راسي شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه. الحمد لله انا في هذه الوقيته ما بقاوش عندي الاعراض الاكتئاب نهائيا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. ومالوريزمون مازال كيجوني دي ميساج، انا ماشي اخصائيه ماشي طبيبه ما تجي حاجه، انا غير كنشارك التجربه ديالي كأم، باش اننا ما نحسوش براسنا بوحديتنا، ما نحسوش براسنا كل وحده عايشه مشاكلها بوحدها، تحس براسها بلي راه هي بوحدها في العالم اللي عايشه دوك المشاكل. الوغ كو نا كو نا نا لا الوغ كو لا كاملين، كل ام ضروري انها يجيوها هاد لي زيبيزود هادو. دونك قلت نشارك معكم هنا في يوتيوب الحاجه اللي لقيتها انايا عتقاتني شويه وكتسهل عليا الحياه شويه، الحياه اليوميه كأم كربة بيت تقدري ديريها حتى الا كنتي سورتو الا كنتي خدامه. تنظيم الوقت، تنظيم الوقت ماشي داك التنظيم اللي تيكون اوبسيسيون اللي كل ساعه خاصك ديري فيها شي حاجه، لا، لان ما يمكنش مع الدراري الصغار، الدراري الصغار يسون امبريفيزيبل، ما تعرفيش شنو غيوقع لهم في النهار، ما تعرفيش شنو غادي يعني يطلبوا كمجهود او ك شنو غادي يوقع في النهار، ما تقدريش تعرفيه مع الدراري الصغار امبوسيبل. غير هو باش نتفاداو هذاك الارهاق، ما عرفتش واش كتبان مزيان، باش نتفاداو هذاك الارهاق الخايب بزاف اللي كيمرض ولا كيعي ولا كيخرج على الصحه لا فيزيكمون وحتى مونطالمون، هو مثلا نقول لك الطريقه اللي انا كندير واللي عتقاتني بزاف 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 وهضرت عليها في انستغرام، غير قلت نشاركها معكم هنا في يوتيوب. نهار الحد، نهار الحد كتاخدي ورقه وستيلو، ولا انايا دو مونكا كناخد غير ديك لابليكاسيون ديال النوت اللي عندي في التليفون، اي بورتابل عنده هاد لابليكاسيون ديال تكتبي شي حاجه، وكنحط شنو بغيت ندير في هاد السيمانه، شنو بغيت ندير في الميناج، شنو بغيت ندير في الماكله، شنو بغيت ندير ليا انا، شنو كيفاش بغيت نتقدم باش نوصل الاهداف ديالي، شنو بغيت ندير انا، مثلا الرياضه، مثلا القراءه، مثلا اي حاجه اللي بغيتها انا نستفد منها انا شخصيا بوحدي كانسانه كامراه لا علاقه بالدراري صغار. شنو خاصني ندير، المهم اي كاع داكشي اللي باغا ديري في الاسبوع، اسبوع واحد، وخاصك تكوني زعما رياليست، ماشي تقولي تحطي باغا نقص 20 كيلو ولا شي حاجه اللي ما كتخش لاقل، تتحطيهم وكتفرقي هاد لي طاش على كل نهار. مثلا انا نقول لك صراحه ما تنقدرش نجفف داري نهار واحد، ما يمكنش لان عندي دري صغير معايا في الدار، ما يمكنش نقرقب عليه فاش يكون ناعس دغيا تفيق عنده نعاس خفيف بزاف، ما يمكنش نجفف وهو كيدور حدايا، ما عنديش ما كنحطوش في شي بارك ولا شي حاجه، اصلا ما مولفش كاع يتحط في شي بلاصه ويتسد عليه نهائيا، كيبقى يدور النهار كامل وكيدور. دونك كندير كنبقى نقاد بارتي بارتي، مثلا اليوم جففت الكوزينه والدوش والطواليت، غدا غادي نجفف جوج بيوت، وكاع دوك لي طاش اللي تيكونوا شي شويه كبار، مثلا تغسلي الثلاجه اولا تقدي شي بلاكار كبير اولا شي حاجه بحال هكا، تحطي امتى غادي ديريها،
فاش كتقادي جدول ديال الاسبوع، ومن الاحسن انك ديري غير 5 ايام، السبت والحد يبقى لك ولعائلتك تخرجوا ولا ديري شي حاجه، مي غير فهاد 5 ايام من الاثنين حتى الجمعه تكوني عارفه كل نهار شنو غادي طيبي، باش تفاتي داك اخ شنو غادي نطيب، هذيك الساعه اللي انتي نورمالمون جالسه باش ترتاحي فيها كتبقاي تفكري تخمي اش غادي نطيب، اشنو كاين في الثلاجه، اشنو نقلب على شي غوسات، نقلب على الافكار. من الاحسن كتبي دوزي واحد نص ساعه في نهار الحد وكتبي ها الاثنين غادي نصاوب طويجين، ثلاثه غادي نصاوب هادي، الاربع غندير الحوت، الخميس غادي ندير البيتزا، حطي كل نهار شنو غادي ديري. اوكي من بعد خاص يكون عندك روتين ديال الصباح وروتين ديال الليل ديالك انتيا وديال الدراري. مثلا الروتين ديال الصباح تكوني كتفيقي ساعه اولا ساعتين قبل ما تما يفيقوا ولادك، باش انتيا تتوجدي راسك الا بغيتي تدخلي الدوشي اولا باغا تصاوبي قهوه راسك وتجلسي مع راسك تقراي اولا شي حاجه، ديري الرياضه ولا ديري اي حاجه لراسك انتيا ياك، ولا غير توجدي نهارك يعني تقدي مثلا طيبي شي حاجه اللي ما تقدري شي حاجه اللي نورمالمون ولادك ما يخليكوش ديريها، تحيديها عليك فوالا. من الصباح فوالا الروتين ديالك ديال الصباح نتيا حره ديري داكشي اللي بغيتي. الروتين ديال ولادك مثلا ولادك فاش غادي يفيق شنو غادي ديري معاه، تغسلي ليه اولا تبدلي ليه، تعطيه ياكل، ديري معاه شي اكتيفيتي شي حاجه صافي. الروتين ديال الليل ديالك انت وديال ولادك ديري دائما الوقت امتى خاصهم ينعسوا، امتى خاصهم ياكلوا، امتى خاصهم يتعشاو، امتى خاصهم يتغسلي ليهم ويحكوا سيناتهم وداكشي كامل، وديري معاهم روتين ديال النوم على حسب انتي شنو كتبغي، على حسب ولادك شنو كيبغيو، تبغي تقري لهم قصه اولا ديري معاهم تغني لهم او تقري لهم قران اي حاجه. روتين ديالك انتيا ديال الليل دخلي تغسلي اولا تغسلي وجهك، ديري شي ماسك، تنشطي شعرك، ما نعرف المهم انتي شوفي شنو كيعجبك ديري في هذيك الوقيته قبل ما تنعسي مثلا تفرجي اولا المهم دبري راسك انتي عارفه شنو بغيتي ديري في ديك الوقيته ديالك انتيا. دونك دائما الروتين ديال الصباح والروتين ديال الليل ديالك وديال ولادك يتعاود كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، منها انتيا كتكوني مطمئنه ولادك تيكونوا مطمئنين عارفين شنو غادي يوقع، عارفين دائما الليل معايش كينعسوا معايش لو كور ديالك وديالهم تيكون مرتاح تيكون عوال امتى غادي ينعس ومولف هذاك النعاس وتيكون مزيان زعما فيزيولوجيكمون في دماغك وفي كلشي كتكونوا مزيانين مرتاحين. اوكي دونك الليله قبل ما تبداي مثلا اليوم الثلاث غدا الاربع بالليل غادي نشوف شنو غادي شنو عندي نهار شنو كسبت نهار الحد على نهار الاربع، شنو لاطاش اللي خصني ندير مثلا، غادي شنو هي لاطاش الكبيره ديال الميناج اللي غادي ندير في الدار، شنو هي لاطاش الكبيره ديالي انايا، شنو بغيت مثلا بغيت نبوستي شي فيديو مثلا انا اللي كندير الفيديوهات، بغيت نفيلم شي فيديو، بغيت ندير شي فلوغ، بغيت ندير نحط شي بوست في انستغرام، بغيت نكتب شي حاجه بحال هكا يعني خاصني نوجد راسي تكون عندي واحد لا ليست ديال تو دو ليست ابار بوحديتها عندي في التليفون وتنكتب فيها شنو هي لاطاش اللي بغيت ندير، شنو هي هذه اللي بغيت ندير وهذه 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 و فوالا هكا تيكون نهارك بلوز او موا منظم، ماشي منظم ا لا ليتر، ماشي زعما داكشي معقد وسيفير يعني شي نظام اللي صعيب بزاف، ولكن يعني كتبقاي فليكسيبل حتى لا شي نهار ما شقاش ليك ما بغيتي ديري حتى حاجه ما غديري حتى شي حاجه، المهم ان كتكوني في دماغك عارفه اليوم شنو غادي طيبي، عارفه شنو غادي ديري، شنو خاصك ديري، امتى غترتاحي، كتعرفي بزاف ديال الحوايج اللي تي 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 تنقصوا لك داك الهم، تحيدوا عليك واحد الهم، وكتبقاي غير كتفكري تفكري تفكري شنو غندير، شنو هادي خاصني ندير، هادي خاصني ندير، هادي ولقيتها ديال الراحه ديالك كتحسي فريمون راكي صافي راه ساليتي كاع داكشي اللي خاصك ديري اليوم، كبقى لك والو دابا غنجلس نرتاح، كتحسي فريمون كترتاحي، ماشي كتكوني جالسه وكتقولي وباقي خاصني ندير هادي وباقي تبعني هادي وما عرفتش غندير لهم في الكوتي، يعني ما كاين لا راحه لا والو، وتا لا جلستي كتقولي انا ما نستاهلش انني نجلس لان بزاف مازال خاصي دار، ساشون كو الا انتيا عايشه مع وليدات صغار تمارا ما كتقاد عمرها ما كتقاد، يعني انت كتقولي في راسك غادي نرتاح فاش غتقاد تمارا، تمارا عمرها ما غتقاد، يعني انت عمرك ما غترتاحي، فهمتي؟
دونك هذا هو لو سيستم اللي انا لقيته خدام ليا. مع المده غادي تبدا تشوفي الحاجه اللي كتاخذ لك الطاقه بزاف، اللي كتطلب منك الجهد بزاف، اللي كتعيك بزاف، الحاجه اللي كتريحك بزاف، الحاجه اللي كتعجبك ديريها. غتعلمي بزاف على النهار ديالك، على كيفاش كتستغلي الوقت ديالك، على الحاجات اللي كيعجبوك والحاجات اللي ما كيعجبوكش، على الحاجات اللي تقدي ترضيهم اسهل ليك. بزاف د الحوايج يعني مع المده غادي تعلمي وتقدي داك الجدول ديالك، غتقديه ويكون يعني بيرسوناليزي على حياتك انت وعلى لي بريفيرونس ديالك وعلى وليداتك وعلى بزاف على حياتك. فوالا كنتمنى ان استفدتوا معايا في هذا الفيديو. فريمون درتها غير رشقات ليا وجيت كنهضر ليا الناس في الصالون وجيت خدمت باقا زعما لابسه بيجاما، ما حاولتش نهائيا انني ندير شي فيديو دو كاليتي، غير قلت زعما نجي ونهضر معكم. فوالا نتمنى ان عجبتكم شويه لا فيديو. الا عندكم تعليق او عندكم دي سوجيستيون اي حاجه خليهم ليا في التعليق، ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد. باي باي.